خلينا دلوقتي نروح لتقرير تاني عن التليفونات المحمولة والبطاريات بتاعتها. دلوقتي أي حد بيشتري موبايل أو حتى لابتوب بيسأل أول حاجة عن البطارية، البطارية كام ملي أمبير وبتتشحن في وقت قد إيه؟ علشان كده بقى فيه اهتمام من الشركات اللي بتصنع هذه الأجهزة على تطوير البطاريات بشكل مستمر، لدرجة إنه يعني بقى فيه تليفونات ممكن توصل ساعة التخزين فيها ل 6000 ملي أمبير. خلينا نشوف ونعرف أكتر عن البطاريات في المستقبل هتكون عاملة إزاي في الأجهزة الإلكترونية. البطاريات أو وحدات تخزين الطاقة أصبحت هي القلب النابض للأجهزة المحمولة المعاصرة، وشكلت بطاريات الليثيوم طفرة في حلول تخزين الطاقة والتنقل بيها من مكان للتاني، ومهدت لثورة في الأجهزة الإلكترونية اللي بنستخدمها النهاردة. كانت شركة سوني هي أول من طرح بطاريات الليثيوم للاستخدام التجاري في عام 1991، لما كانت الشركة بتبحث عن حلول لإطالة عمر بطارياتها المستخدمة في كاميرات الفيديو. والآن بيتم استخدام بطاريات الليثيوم لتوفير الطاقة للكثير من الأجهزة الإلكترونية الحديثة، من الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمول. ومع تطور قدرات الهواتف الذكية، بتعمل بعض الشركات على إنتاج هواتف مزودة ببطارية كبيرة بقوة 6000 ملي أمبير في الساعة، وبتدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 80 وات، وبتستطيع أيضاً الشحن في أقل من نصف ساعة مع نظام التشغيل أندرويد 12.